من أنين الحكايات التي تركت رائحة طفل كان يلهث نحو أمه فلم يجدها إلا ملطخة بالدم. من سوريا إلى قصة اللجوء، من جرح لا يكون إلا في عمق الخاصرة، أوجاع نزفها أبناء الشقيقة سوريا بدأت منذ اندلاع الأحداث على أرض الشام عام 2011، حينها تعالت حناجر السوريين بالاستغاثة، فلبت الإمارات كعادتها النداء بقيادتها وحكومتها وشعبها، لبت قولاً وفعلاً على الأرض. فجاءت استغاثوا فلبينا التي مثلت رواية الإنسانية بأبهى صورها وبحقيقة جوهرها، فكانت التلبية بمثابة حلم لكل يتيم ومشرد من آلاف اللاجئين إلى الأرض الأردنية. نأمل أن الأمور تتدارك ويحل الأمن والاستقرار في سوريا، ونرى سوريا في أحسن حال إن شاء الله. وتمنياتي للناجحين أنهم يعودون إلى بلدهم ويستقرون بعيش كريم إن شاء الله، وهم يستحقون هذا. كانت تلبية الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة حثيثة ودائمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. جاءت التوجيهات بإنشاء مخيم مجهز بأفضل الخدمات المرجوة لإنقاذ الأشقاء السوريين من التشرد والمعاناة. نحن شاكرين لحكومة صاحب الجلالة الملك عبد الله على السماح لنا بإنشاء وإقامة هذا المخيم، ونأمل إن شاء الله أن يستوعب عدد لا بأس فيه من الناجحين. حينها بادر الهلال الأحمر الإماراتي وفي الثاني من نيسان عام 2013 بإنشاء ثاني مخيم لإيواء اللاجئين السوريين على الأرض الأردنية، والذي يقع في منطقة مريجيب الفهود شمال شرق محافظة الزرقاء الأردنية، على مساحة تقدر ب 355 ألف متر مربع. أمرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة أن نتحرك لإغاثة إخواننا وأن نقدم لهم كل ما بوسعنا، فتم إنشاء هذا المخيم في بداية الأزمة ليستوعب في حدود 4000 لاجي من إخواننا السوريين. كان في هذا المخيم كل الخدمات الأساسية اللي يحتاجها الإنسان من سكن، فالسكن جهز بكل الاحتياجات الأساسية، وكذلك من ناحية تقديم الرعاية الصحية الأولية لإخواننا، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات المصاحبة مثل الطعام وبقية الخدمات الأخرى اللي يحتاجها أي إنسان في أي مكان. لسان حال المكلومين والمحرومين من بيتهم سوريا، قالوا إنها ثمار خير وإيثار، كانت نتاج زرع إنساني حرثه الإماراتيون بهمتهم ليكون المخيم بيتهم الذي يقيهم حر الصحراء وبرد الشتاء وينسيهم ما تجرعوه من حسرة وألم. صراحة جينا من الخوف والرعب، كثر الطيران ما يصير يدب علينا، وحتى عندي بنت الصغيرة مو الكبيرة يعني كانت تتغسل وطلعت بدون هدوم، وقت اللي جت الطيارة صارت تدب عقد ما مرعوبة منها. أنا بسوريا سمعت أنه في مخيم عاملته لدولة الإمارات على أرض الأردن، وقال يعني سمعت أنه المعاملة فيه ممتازة، بس ما كان يعني مش زي ما توقعت، طلعت المعاملة أفضل ما سمعت عنها في سوريا. يعني ما توقعتش أنه يكون في مدارس، في رعاية صحية لهالدرجة، إلى درجة ممتازة، مش درجة عادية، درجة ممتازة. الدورات الترفيهية، الرياضة، مركز الشباب، يعني كل شيء، يعني مدينة مصغرة.
برنامج إغاثي متكامل وضعه الهلال الأحمر الإماراتي، بدأ باستقبال اللاجئين في منطقة رباع السرحان الأردنية المحاذية للحدود السورية، ومن ثم اختيار الحالات الإنسانية الصعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل. نحن هنا نستقبلهم كاستقبال أبنائنا، كاستقبال أشقائنا بالترحاب والبسمة الطيبة والسعة الصدر، ودائما نقدم لهم كل ما يحتاجه أي إنسان في بداية حياته من السكن، العلاج، وكذلك في بداية التسكين يمرون على الفحوصات الطبية المعتادة لنطمئن على حالتهم الصحية، وكذلك لنتابع وضعهم الصحي، وإذا كانوا هناك يحتاجون إلى علاج أو أدوية نقوم بتوفيرها لهم. والله ما قصروا بشيء ابدا، من القرفاني وانتي طالعه، للمي، للاكل، للشرب، لللباس، يعني تعاون اخوي لاخوي، اخ لاخوه او اب لابنه. ضم المخيم 1773 كرفانا مجهزا بما يتلائم مع عيش كريم للاشقاء السوريين. المخيم قدر بشكل ممتاز يغير نفسيه الاطفال، يغير نفسيه الكبار، من خلال النشاطات، من خلال جميع الأعمال اللي قدمها لجميع السوريين، بس فقط مشان تغيير نفسية اللاجئ السوري. من لما العائلات السورية بلشت تلجأ لهون على المخيم الإماراتي، الطفل جاي من وضع سيء معدوم، ولقى هالحنان قدامه، ولقى هالإيد المدت له، الله يبارك فيهم، والحمد لله أمورهم هون ممتازة جدا جدا جدا. هنا على أرض الواقع ننفذ توجيهات قيادتنا الرشيدة في تقديم كافة الخدمات الإنسانية التي تحفظ وتصون كرامة الأخ السوري اللاجئ على أرض الأردن الشقيق. وعلى مرحلتين من البناء والتصميم والخبرة الواسعة في مجال إغاثة الملهوف، كان المخيم قد بدأ في استقبال أعداد كبيرة من العائلات السورية، ليتم على الفور إجراء الفحص الطبي اللازم لهم والمعونة الشهرية من مؤن وتغذية. في البداية كان التخطيط لإنشاء هذا المخيم في المرحلة الأولى كان ليستوعب 4000 لاجئ، ثم انتقلنا بعد هذا نتيجة لاستمرارية الأزمة وازدياد أعداد اللاجئين السوريين، فجت الأوامر السامية بتنفيذ المرحلة الثانية التي هي تستوعب 6000 بإجمالي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية 10000 لاجئ. لم يغفل على القائمين ضرورة الرعاية الطبية للأشقاء السوريين، فالأمر لم يقتصر على إيوائهم فحسب، بل أنشأ الهلال الأحمر الإماراتي مركزاً صحياً قدم ويقدم عناية طبية لأكثر من 200 حالة يومياً من عائلات المخيم، التي يصل تعدادها حتى توثيق هذا الفيلم داخل المخيم قرابة 6000 فرد من طفل يتيم وأم أرملة ومسن. طبعاً عندنا عيادات تبدأ من عيادة العامة، عيادة النساء والولادة، عيادة الجراحة، عيادة الباطنية، وعيادة الأسنان، وطبعاً بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية فتحنا عيادة استشارية اللي هي عيادة النفسية لتقديم الدعم النفسي، وعندنا بعد علاج طبيعي فيزيائي لجرح الحرب، وطبعاً يخدم المركز الطبي مختبر وأشعة. الحالات اللي ممكن انها تيجينا احنا جميع الحالات نتعامل معها، جميع الحالات الطارئه، من حالات حروق، من حالات كسور، من حالات جروح، حتى الولادات كمان عندنا استعدادنا نتعامل معها، لانه كادر الصراحه يعني مجهز ومنظم يعني. وبما ان العلم نور المستقبل وسلاح الجيل، وبعد ان دمرت مدارس السوريين وحرقت اوراق كتبهم، حرص القائمون على المخيم ضرورة الحفاظ على مستقبلهم، فبنيت مدرسة شاملة للذكور والإناث وعلى فترتين صباحية ومسائية من الابتدائية وحتى الثانوية، تضم 1600 طالب وطالبة بإشراف من كوادر الهلال الأحمر الإماراتي وتدريس على المنهاج الأردني.
العلم مفروض على كل شخص. فإدارة الهلال الأحمر رأت أن إنشاء مدرسة وتعليم الأولاد، لأن طبعاً الظروف اللي حصلت للإخوان السوريين فوجب عليهم توفير لهم التعليم وعدم تركهم للجهل. فهذا هو إن شاء الله، يعني هذا اللي يعني ما قصرت فيه لا الهلال الأحمر ولا دولة الإمارات ولا حتى شعب دولة الإمارات، كلهم ساهموا في هذه المدرسة الحمد لله. احنا لما نشوف جهود الإماراتية وطبعاً التعب الجانب الأردني بالموضوع والمخيم ومكانته دولياً وحتى عالمياً، احنا عم نساهم كوننا كسوريين مع أولادنا ومع أبنائنا لنرسم أقل جزء من الرسم على شفاهم، مو من ناحية التعليم فقط، كذكرى لقدام إنه المدرسين السوريين شو عملوا، شو راح يعطونا مثل ما أعطونا الإماراتية والأردنية. حتى الجاليات اللي عم تيجي هون ان كانت يعني بعثات ولا كادر اعلامي، عم نحاول نترك بصمه مدرس سوري لطلاب سوريين. اشرف الهلال الاحمر من خلال خبرته الواسعه في دول عده على تفعيل التعاون مع المنظمات الدوليه، ولعل من ابرزها منظمه اليونيسف الدوليه ومؤسسات تتعاون معها مثل مؤسسه ارض البشر. طبعا في المخيم الإماراتي الأردني المنظمة بتقوم على تقديم مجموعة من الأنشطة بتركز بشكل رئيسي على الأطفال، منها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، الأنشطة الترفيهية للأطفال، تقديم الدعم والإرشاد والتوعية للأهالي، بالإضافة إلى أنشطة التحفيز المجتمعي وأنشطة إدارة الحالة اللي بتقوم حول تحديد أهم الاحتياجات اللي بحاجة لها الأطفال وتحويلهم للجهات المناسبة. يمكن كل يوم باجي على المخيم بمشي بالشوارع بطلع على الناس، ما بتتوقع إنه بعد كل الأشياء اللي عاشوها، بعد كل الأسى، بعد كل العذاب، بعد كل الحروب، طلع يعني هيك الأشي اللي بخطر في بالي دائماً إنه الحياة بدها تستمر. في حياة، يعني حياة بسيطة يمكن، حياة بدائية، بس حياة موفر فيها سبل العيش، سبل العيش الكريمة اللي بتخلي أي بني آدم يقدر يعيش ويكبر. أنا كتير مبسوطة هون وفرحانة لأنه هني اللي حيساعدوني وخلوني أصير دكتورة بس أكبر. ولكي يستمر اللاجئون كما كانوا في وطنهم يداومون على المشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية، كان للعائلة السورية بكافة أفرادها دعم حرص من خلاله الإماراتيون تفعيل نشاطات حفظ القرآن الكريم والقراءة وممارسة التدريب التقني والمهني وورش العمل المتنوعة ما بين نجارة وحدادة ومهن أخرى بهدف تدريبهم وإيجاد فرص عمل لهم. يعني في بداية الأزمة كان التركيز في البداية على الخدمات الأساسية التي يحتاجها أي إنسان من السكن، المأكل والخدمات الصحية الأولية، ثم بعد هذا انتقلنا إلى المراحل الأخرى التي هي بعد أن استمرت الأزمة، وقمنا بافتتاح مدرسة لكل المراحل. كذلك هناك في برامج نقدمها للأسر، برامج منها ما هو ثقافي، منها ما هو مهني، وكذلك برامج في الثقافة العامة والثقافة الحياتية. وفي المخيم أيضاً كان للكتاب مكان يجد صديقه القارئ والمثقف فيه من الأشقاء السوريين، حيث مكتبة القلب الكبير. مبادرة عديدة لم تتوقف ولن تتوقف، فهذه رؤى الإمارات أن يظل المخيم بيتاً دافئاً يجمع السوريين على كرامة وطمأنينة ومستقبل يعدهم بقادم أفضل. سعيد جداً أني التقيت بالموظفي الهلال الأحمر والمتطوعين في هذه المهمة الإنسانية. سعيد أني شفت الافتتاح المخيم الإضافي الثاني، الحمد لله أموره طيبة، وأبشر المحسنين اللي ساهموا ويانا في إنجاز هذا المشروع للناجحين إخواننا السوريين. يشهد الله أنهم غالين علينا وهذا في ذمتنا، والله يقدرنا إن شاء الله أن نكون عند ظنهم طيب وظن المحسنين وظن قيادتنا. فكان هذا المخيم الذي جسد لقصص الفارين من الموت حكاية وطن صغير يختزل فيه الأشقاء السوريون قصص آمالهم بحياة أجمل وأفضل.
اللي جاي من حالة عدم ووصل له المخيم هذا الحمد لله موفر له كل شيء بالنسبة للطعام، الشراب، الدواء، المناطق الترفيهية، تطلع زيارات لبرا عند أقاربك أصدقائك برا، كل شيء ميسر لك يعني هون، يعني ما يعني بتحس بالغربة بس إنه ترجع على وطنك بس لا أكثر ولا أقل. هي سيرة مخيم يحكي رواية الصبر لشقيق سوري تجرع لوعة التشرد. مخيم يروي رسالة الهلال الأحمر الإماراتي في العناية بالحياة، لأن قيادة الإمارات تؤمن بأن الدم لا يصبح ماء مهما كان الثمن غاليا، ولأنها تؤمن أيضا بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نحن على العهد وعلى الوعد باقون، مستمرون على الإرث الكبير الذي ورثه لنا والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، وسار من بعده أبناءه البررة على نفس النهج. نقول لقيادتنا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله أن أبنائك اليوم يطبقون على أرض الواقع كل ما وجهت به، كل ما أمرت به، دائما يسعون لتقديم الأفضل. ومع هذا الغروب تبقى آمال اللاجئين معلقة في سماء المكان، ينتظرون العودة مع انتهاء يوم قد مضى.